مرحبا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة. اليوم راح نتحدث على الفاينايت والنون فاينايت وورد فريز. اليوم عندنا الفاينايت والنون فاينايت، يعني احنا عندنا نوعين طبعا، فاحنا راح نتحدث بالبداية عن الفاينايت فيرب، ناخذ شنو المقصود بالفاينايت فيرب، نرجع نتحدث على النون فاينايت. شوف the verb forms operate in the finite and non-finite form. إذا الفعل بشكل عام ممكن أن يكون finite، ممكن أن يكون non-finite. الفاينايت هو الفعل، اكتب يمك ملاحظة، هو الفعل الذي له زمن وفاعل. يعني تلقى بالجملة هذا ما تكتب فاعل، ما هذه المادة تلقى فاعل وتلقى زمن. He studied English. He الفاعل و studies هذا مضارع بسيط، studies مضارع بسيط، studied هي ماضي بسيط. إذا الجملة بها زمن وبها فاعل. إذا طالما عندي أني الفعل مالتي اللي هو هذا بين قوسين، عرفت الزمن مالتي، يا زمن المضارع البسيط أو زمن الماضي البسيط، لقيت فاعل أيضا، خلاص هذا هو الفاينايت فيرب. زين، أكو ملاحظة مهمة، يقول لك الفاينايت فيرب occurs are the verb elements of the clause. There is a person and number concord between the subject and finite verbs. يعني موضوع الconcord هو راح ندرسه بالشابتر السابع بالمرحلة الرابعة، نتحدث عنه بالتفصيل. شنو المقصود بالconcord؟ هو الconcord معناه تشابه ما بين الفاعل والفعل. يعني الآي تاخذ آم، يعني إذا عندي آي لازم آخذ آم، يعني لازم يكون عندي علاقة توافق ما بين الفاعل والفعل. إذا كانت جمع لازم أقول آر، إذا كانت مفرد أقول إز، وإلى آخره. وهذا المقصود بالconcord. زين، يعني فهو الconcord يعني توافق ما بين الفعل والفاعل. زين، شنو ربطه موضوع الفاينايت؟ أنا أقول لك شنو قصدي. ده يقول لك الفاينايت بالconcord، يعني لازم يكون عندك أكو توافق ما بين الفعل والفاعل، أكو ارتباط ما بين الفاعل والفعل. هذا الشيء مهم جدا. يعني إذا طالما هو، شوف احنا قلنا الفاينايت هو فعل يحتوي على فاعل وزمن. هو أكيد أنت طالما عندك فاعل وعندك فعل، فأكيد لازم يكون عندك ترابط ما بين الفاعل والفعل. فهذه ثاني نقطة أو ثاني ميزة من مميزات الفاينايت فيرب. ميزة أخرى بالفاينايت فيرب، الفاينايت فيرب ممكن أكون من عندها صيغة الأمر. زين، يعني أقدر أسوي من عندها صيغة الأمر، صيغة النفي، صيغة السؤال، أقدر فيها أسأل كذا. هاي هي يعني الفاينايت فيرب. هذه الأشياء اللي أخذناها مميزات الفاينايت. خلينا ننتقل إلى النون فاينايت. النون فاينايت فيربس هي الفعل، هو الفعل اللي ما إله، هو الفعل اللي لا إله فاعل ولا يرتبط بزمن معين. زين، يعني لا إله فاعل ولا يرتبط بفعل معين. نجعل هاي الجملة هي سموكس هافلي. هنا الجملة مضارع بسيط والفاعل هو هي، ولكن الفعل تو سموك الآن هذا نون فاينايت. ليش نون فاينايت؟ شنو السبب اللي خلاه نون فاينايت؟ لأن ما بي فاعل، ثانيا ما بي زمن. تو سموك يا زمن، هذه صراحة تقول لي مضارع، لا هذه مو مضارع. شنو الدليل اللي عرفتها مضارع؟ ما عرفتها، ما تدري بها يا مضارع. زين، فهذه مو زمن، ما لها زمن ثابت ولا لها فاعل، إذا هذا نون فاينايت. ثانيا طلابنا الأعزاء، بس أريدك تركز وياي وتقرأ المادة زين. صدقني المادة مو صعبة، بس شوية أنت اتعب ويانا شوية. زين، من نجي على he is working، هذه مضارع مستمر لأن عندي فاعل وعندي فعل بـ ing، هذه متفقين عليها. زين، I found him working، هذه يا زمن، ما ندري بها يا زمن، ولا عندي فاعل، راح تقول الآي فاعل، لا الآي للفاوند مو للworking. أنا أجعل الفعل work يعمل، work هذا يعمل، يعني I found him working. عبارة الworking يا زمن، ما نعرفه يا زمن ولا عندي فاعل. طالما ما عندي زمن فاعل ولا عندي زمن، إذا راح أقول عليه نون فاينايت. راح يجيني طالب يقول لي صار شلون ما عندك زمن؟ ليش مو مستمر هذه؟ لا، عين هاي مو مستمر. المستمر لازم يكون قبلها is are am أو was or were. هنا ما عندك قبلها لا is لا are لا was لا were، إذا هذه هي مو مستمر. عبارة شكل ثالث لأشكال النون فاينايت، إذا إحنا عندنا بالبداية تو سموك، هذا أول حالة من حالات النون فاينايت. ثانيا اللي هو الفعل لما يكون بحالة الـ ing وما يكون قبل إز وآر وآم، هذا أيضا عبارة النون فاينايت. وعبارة ثالثة للنون فاينايت هي
لما يكون عندنا تصريف ثالث للفعل having been offended. هاي جملة ما بيها فاعل وما عرفها لازم راح تقول لي مضارع تام. مضارع تام بيتكون من فاعل وفعل وتصريف ثالث. راح تقول لي مضارع تام مستمر، لا مو مضارع تام مستمر، هذه ما اعرفها يا زمن لان ناقصه فد شيء. فطالما ما عندي فاعل ما اعرفها يا زمن بالضبط راح اقول عليها نون فاينال. راح يجي واحد يقول استاذ هو هي واز سنسيتيف، او مثلا هنا اي فاوند هاي ماضي، احنا ما لك علاقه بالفاوند. انا عندي هنا فعلا الفاوند هو فاينايت والوركينج نون فاينايت. زين فهني الفكره هنا انه انا عندي فاينايت وعندي نون فاينايت بالجمله، فهنا عباره اوفندد يعني هسه خليها يمك ثلاث قواعد للنون فاينايت. القاعده الاولى تو زائد فعل مجرد بدايه الجمله، او فعل بي اي ان جي نهايه الجمله، او هاف زائد بين زائد تصريف ثالث للفعل. هذا الجزء الاول من الجمله يكون بعد ورا يكون جمله ثانيه. هذا الشكل الثالث من شكل النون فاينايت. اذا النون فاينايت لها ثلاث حالات. زين ممكن يجيب سؤال يقول لك اعطيني عباره على نون فاينايت، ممكن يعطيك جمل يحدد لك افعال ويقول لك اكتب نوع الفعل هل هو فاينايت ام نون فاينايت، ممكن يعني يعطيك مثل ما ذكرت لك امثله، يعني يقول لك اعطيني جمله نون فاينايت او اعطيني جمله فاينايت، اعطيني جمله مثلا تحتوي على فعل متعدي او اعطيني جمله تحتوي على فعل لازم، فيعطيك من ضمنها الفاينايت والنون فاينايت. هذا كل ما يوجد بخصوص الفاينايت والنون فاينايت. اتمنى تشتركون بالقناه وتشاركون هذا رابط الفيديو هذا زملائكم حتى يشوفون هذا الرابط، لانه وايد اكو طلاب يعرفون يقولون استاذ نتمنى لو عارفين فيديوهاتك من زمان لانه كان عندنا امتحانات وما قدرنا نسيطر عليهم. فهذا الشيء معناه انه اكو طلاب ما يدرون بالدروس، لان هواي اكو دروس على اليوتيوب بس ما حد يوضح المعلومه بشكل واضح. ان شاء الله يعني انا وضحت لكم اياها، واذا عندك اي سؤال او استفسار انا حاضر، تقدر تكتب بالتعليقات راح اجاوبك. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.